اخر مثال راح ناخذه الان على هذا السكند اوردر سيستم. عندي هون سكند اوردر سيستم اندر دامد، وبدنا بهذا السيستم نحسب نعمل الموزي كلوك. راح اخذ هلا انا بس الماجنتيود، راح نركز على الماجنتيود. فهذا هو عندي الجيم بلوت، راح ناخذ هذه مثلا هون، خلينا ناخذ هاي هون اعتبرها 0 دي في. خلينا نكبر هذه كمان هون، خلينا ننزل هاي لتحت. هلا الفريكونسيز اللي بتهمنا بدنا اوميجا ان، مضبوط؟ اوميجا ان بالحاله هاي هي جذر العشرة، وبدنا نحط هلا هون الفريكونسيز. خلينا نحاول نحط الفريكونسيز هون سكيل، خلينا نحط هون مثلا 3، يعني خليني اخذ مثلا هون 10 راديانز بير سكند. هلا اذا اخذنا 1 2 3 4 5 راح تكون عندي هذه 1 راديان بير سكند، مضبوط؟ هلا لو احنا جبنا جذر ال 10، قديش جذر ال 10؟ جذر ال 10 راح اخذ جذر ال 10 على السبعه، جذر ال 10 بتطلع تقريبا 3 شيء. هلا هاي عشان اعرف وين اعملها بلوتين بدي اخذ اللوج تبعها، فبعطيني اللوج 0.5، ف 0.5 رح يكون نص المسافه ما بين الاثنين، يعني رح يكون عندي تقريبا 2.5. هاي تقريبا رح تكون هون جذر 10. ايش جذر 10 بالحاله هاي؟ هي اوميجا. هلا السلوب اللي نازل من هون قديش بده يكون السلوب تبعه؟ ناقص 10، ناخذ هذه 10، هاي ناقص 20، ناقص 30، ناقص 40. من وين عرفنا ماينس 40؟ اذا هذا السيستم سكند اوردر سيستم. اذا كل ديكيد عندي هلا ديكيد، الديكيد اللي بعده راح يكون 1 2 ونص، راح يكون هذا هون جذر جذر 10 في 10 تقريبا 100. فعند جذر 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 راح يكون عندي هون، فهذا راح يكون عندي هذا تقريبا ديكيد. فعندي راح ينزل ماينس 40 دي في بير ديكيد، اذا 1 2 3 4 5 راح ينزل 40 دي في بير ديكيد، راح يوصل للنقطة هاي. إذا من النقطة هاي للنقطة هاي هذا السلوك ماينس 40 دي في بير ديكيد. هلا الشيء الثاني طبعا هذه هون راح تكون زيرو عندي. بعدين هلا بدنا نلاقي اوميجا ار، اوميجا ار شو بتساوي؟ واحد. بدنا نلاقي زيتا، زيتا بتطلع معنا هون عندي قلنا انه اوميجا ان تربيع بتساوي 10، اذا اوميجا ان بتساوي جذر ال 10، اذا 2 هاي اللي موجوده هون بتساوي 2 زيتا جذر ال 10، فبتصير عندي زيتا بتساوي 1 على جذر ال 10. اذا اوميجا ار راح تساوي جذر ال 10 اللي هي اوميجا ان مضروبه 1 ماينس 2 ماينس 2 زيتا سكوير ناقص 2 في زيتا سكوير. زيتا بتساوي 1 على جذر ال 10، اذا بتصير 1 على 10، فبصير عندي هون جذر ال 10 1 ناقص 1 على 10 بصير هذه 0.2، فبصير عندي هون جذر ال 10 مضروب في بوينت جذر 0.8. قديش حتطلع معنا؟ 10 في 0.8 راح تعطيني 8، بتصير جذر 8 مش هيك؟ جذر 8 2.828. هلا بدي اعرف وين عملتها بلوتينج، فراح اخذ لوج الجواب راح تعطيني 0.45. هلا هون صعب السكيل، صعب اني اشوفها بالضبط، بس هي راح تكون 45% من المسافة، المسافة هاي هي تقريبا يعني راح تكون ميجا ارز تقريبا بتيجي عندي. هلا إذا بدي أعرف الارتفاع كيف راح أحسب الارتفاع؟ بدي أحسب ام ار، ام ار شو اللي بتساوي من المعادلة؟ كانت 2 زيتا سكوير روت اوف 1 ماينس زيتا سكوير. زيتا 1 على جذر ال 10، 1 على جذر ال 10 بصير عندي هون 1 على جذر ال 10 تربيع بتصير 20، 1 ناقص 20 0.9 بصير عندي جذر 0.9 مضروب 2 على جذر ال 10 ناقص 1 على، فبتطلع معي 1.66
هذا الكيل. بس اذا بدي اعمل له بلوتنج هون ايش لازم اعمل؟ هذا السكيل ايش اللي هون؟ دي بي. فبدي احول هذه الى دي بي. اذا هذه ام ار دي بي بتساوي 20 لوك 1.6. اذا ناخذ لوك الجواب في 20 بعطيني 4.4 تقريبا بتيجي هذه 10 تقريبا. ماشي واضح الريزونانس. اذا هون الريزونانس حسبنا اوميجا ار من المعادله هاي، حسبنا ام ار من المعادله هاي، كيف بتطلع معنا؟ بلوت ماينس 4 دي بي بس عندي هون ريزونانس لانه زيتها اقل من 0.7 أو 0.